هنا برضو بيوضح لي اكتر الفكره بتاعه الاون بورد تشارجر. اون بورد يعني التشارجر ده موجود جوه السياره. لو انت بصيت جوه البوكس ده اللي مكتوب عليه الكتريكال فيكل، دي العربيه اهي، في ايه الشاحن موجود هنا جوه تشارجر، فبيسموه اون بورد جوه السياره، اون بورد تشارجر. لو انت بصيت تحت هنا مفيش، فين الشاحن؟ مش موجود، دخل على البطاريات على طول، وبعد كده الموتور كنترول، وبعد كده الموتور، والموتور مربوط بالعجل وبيستخدم او بيشد العجل ده او بيدفع العجل حسب نوع السياره. فانت الفكره كلها ان انت عايز تدخل كهرباء دي سي للبطاريه، يا اما الشاحن يكون في محطه الشحن زي الشحن السريع اللي احنا هنسميه اوف بورد تشارجر اللي هي الحاله الثانيه، فالشاحن ده كله هيبقى موجود في الصندوق بتاع الشاحن اللي موجود في مين؟ في محطه الشحن، بيسموه الكتريكال فيكل، تمام، ستيشن او الكتريكال فيكل تشارجنج بوينت. ده كله هيبقى نظام نقطه شحن، نقطه شحن او شاحن دي سي، بيبقى هو بياخد كهرباء دي سي يروح مدخلها على البطاريات مباشره، فده بيسموه اوف بورد. اوف بورد يعني الشاحن مش موجود جوه العربيه، الشاحن بره السياره. طيب لو السياره موجوده جواها الشاحن فبنسميه اون بورد، اون بورد تشارجر. بيحط طبعا التشارجر داخل السياره بحيث انت بتربط، بيبقى فيه مدخل دخل فيه الشحن الاي سي ده، بيستخدمه انت في البيت، تمام، بتشحن بيه اي سي، يبقى راس الشحن بس عباره عن كنترولر والتشارجر داخلي، تمام. في سيارات تانية، تمام، هو حسب بقى كل شركه يعني، بس معظم الشركات حاليا بتركب الاثنين بحيث قبل البطاريه بيبقى فيه تشارجر موجود، يا اما بيدخل لو شاحن سريع بيدخل بالاشاره بتاعته على البطاريات على طول، يعني ده موجود اهو التشارجر، تمام، لو هو يدخل اي سي بيدخل الوصله بحيث تعدي على التشارجر ده ويحولها لدي سي. طب لو انا ركبت على شاحن سريع هروح لا داخل على البطاريه مباشره، وبالتالي هو بيبقى الاون بورد تشارجر، تمام، والاوف بورد تشارجر او الاون بورد تشارجر اللي هو الشاحن نفسه أو